أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الحرب على قطاع غزة تسببت في أضرار بالغة استلزمت عقد مؤتمر الاستجابة الطارئة، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في أضرار كثيرة خلال انعقاد هذا المؤتمر. وأكد شكري على ضرورة فتح المعابر وإطلاع إسرائيل بمسؤولياتها واحترام القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لابد من احترام قرار مجلس الأمن الدولي. منذ اندلاع هذه الأزمة وما أتت بها من أضرار بالغة على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، كان يقتضي النهوض لعقد هذا المؤتمر للتعامل مع هذه الأزمة الكارثية وما أتت به من نتائج مأساوية، وتحفيز المجتمع الدولي بأن يطلع بمسؤولياته. وانعقد هذا المؤتمر ونشهد التوافق الدولي الواسع وللمشاركة على مستوى رفيع والتوافق الدولي فيما يتعلق بضرورة إنهاء الأعمال العسكرية والعدوان، توصيل المساعدات وتكثيف دخولها إلى قطاع غزة، العمل على توفير كل ما هو مطلوب، وأهمية فتح المعابر، تمكين معبر رفح من العمل مرة أخرى، وإطلاع إسرائيل بمسؤوليتها القانونية كدولة احتلال، ومراعاة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يستمر انتهاكه بشكل ممنهج وبشكل يجب أن يتوقف العالم والضمير العالمي إزاء هذه التجاوزات، إزاء هذه الخروقات للقانون الدولي الإنساني. انعقد هذا المؤتمر أيضا في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن ما دعا إليه من وقف إطلاق النار المستدام والعمل على احتواء التداعيات وفتح القنوات وصول المساعدات.